ده تخلف، انا بكرهك بكرهك بكرهك، انت وحش، ده انت كل يوم بتطلع الصبح بدري بترجع اخر النهار. اي واحده متطلقه جوزها من حقه يتجوز ولا ما يتجوزش؟أهلا بيكم. القضية دي حصلت في محافظة من محافظات الصعيد، محافظة اسمها محافظة المنيا، بالتحديد في منطقة اسمها كفر المنصورة. ايه اللي حصل في المنيا؟ شوف، أصعب شيء على الزوجة وأصعب شيء على الزوج الطلاق. يعني ممكن يكونوا، يعني الحاجة الغريبة بقى، يعني مثلا يكون زوج وزوج وقرروا الانفصال والطلاق ويتطلقوا، هو يروح في حاله وهي تروح مش خلاص. طلاق طلاق يعني ايه؟ هي في حالها وهو في حاله، ورغم كده تلقى الست بتسال على طلاقها، يا ترى عمل ايه؟ اتجوز ما اتجوزش؟ طب هو ماشي مع مين؟ طب هو بيعمل ايه؟ يا ترى مين اللي بيوكر؟ انت مالك؟ انت مش اتطلقتي؟ لا، لازم تكون على طول عايزه تعرف اخبار اللي كان جوزها ده او طلاقها، تعرف كل عنه حق كل حاجه عنه، عايزه تعرف. تلقى برضو بالنسبه للزوج، يا ترى بتعمل ايه هي دلوقتي؟ يا ترى ماشيه مع مين؟ يا ترى بتروح فين؟ يا ترى بتيجي منين؟ ده انا شفتها ماشيه في الشارع، طب رايحه فين؟ طب اوعى تكون تعرف حد، اوعى تكون مرافقه حد، اوعى تكون بتحب حد، اوعى تكون ناوي تتجوز. طب انت مالك؟ انت مش طلقتها؟ يعني بتبقى حاجه غريبه جدا، يعني تحس حتى هم متطلقين كل واحد عايز يملك التاني، رغم انهم بيكونوا متطلقين. يعني الطلاق ده يعني ايه؟ هو من حقه يتجوز وهي من حقها تتجوز، ورغم كده كل واحد بيتبع اخبار التاني. يعني حتى لو اتجوزت تسال عن برضه اخبار طلاقها، يا ترى اتجوز ولا ما اتجوزش؟ عامل ايه؟ طب انت مالك؟ وهو نفس النظام، يوم ما الزوج يعرف انه طلقته اتجوز بيقوم اسود. يعني اي راجل، والكلام ده حتى اللي سامعيني دلوقتي وشايفيني، اي واحد لا قدر الله يكون مطلق حتى ولا يكون منفصل عن مراته، يسال نفسه لو عرفت ان مراتك دي او طلقتك دي اتجوزت، بيبقى مولع نار، مش طايق نفسه. انت مش طلقتها؟ انت مش مطلق؟ اصل لازم تبقى عارف ان انت يوم ما تطلقها يعني هي هتتجوز غيرك، يعني هي هتعيش من غيرك، يعني انت مالكش دعوه بيها خالص. ايه اللي بيخليك قلبك قايد نار؟ تلقى الراجل من دول، يعني لو قالوا تموت نفسك ولا طلقتك تتجوز يقول لك لا اموت نفسي، وما اشوفهاش هي متجوزه. ليه؟ هو عنده كده طلقها تقعد زي بيت الوقف، وهي نفس النظام برضه، يوم ما يجي لها ان طلقها هيتجوز بيقوم اسود، حتى لو هي متجوزه تبقى عايزه طلاقها يقع كده من غير جواز، ويبقى قلبها قايد نار لو عرفت ان هو بيفكر في الجواز، او ان هو ماشي مع حد، او ان حد شافه طلع عند فلان او نزل من عند فلان. حاجه موضوع غريب. لازم يا جماعه، الطلاق ابغض الحلال، بس لازم تعرف ان معنى ان انت طلقت مراتك ان انت مالكش دعوه بيها خالص، وهي مالهاش دعوه بيك خالص، اكنكم ما تعرفوش بعض، اكنكم ما عاشرتوش بعض، الا اذا كان في اولاد، من حقها تسال على اولادها لو هم معاك، ومن حقك تسال على اولادك لو هي معاها الاولاد، لكن غير كده هي بتعمل ايه؟ بتسوي ايه؟ ماشيه ازاي؟ بتروح فين؟ اخلاقها بقت كويسه؟ بتعرف شباب؟ بتروح شقق؟ بكذا؟ ده مش شغلك، انت طلقتها بعد اذنك خليك على جنب، انت مالكش دعوه بسلوكياتها واخلاقياتها، وانحرفت ما انحرفتش، مشيت ما مشيتش، بتعرف فلان بتمشي مع فلان، مش مشكلتك. وانت يا ست هاني، انت طلقتي من جوزك، بيعرف فلانه، بيمشي مع فلانه، بيطلع عند فلانه، مرافق فلانه، ده مش مشكلتك انت خالص، انت طلقتي خلاص. ايه اللي حصل بقى؟ اسم الزوج علي واسم الزوجه صفاء او رضا، اسمها رضا. علي هو ورضا مشاكل، علي عنده 30 سنه ورضا عندها 24 سنه. خلافات زوجيه. خلافات زوجيه، هم في الاول عايشين في عماره كامله، هي في الدور الثاني هو في الدور الثالث، شافها في الطلوع والنزول، حبوا بعض، اتجوزوا. بعد فتره من الزواج حصلت خلافات، اتطلقوا، هو قاعد في شقته وهي نزلت عند بيت اهلها. فين؟ في شقتها تحت، ما كانت قاعده تحتيه، فاصبح الزوج علي فوق وهي مع اهلها في الشقه تحت. اللي يطلع لعلي لازم تعرف هي رايح فين وجايه منين. طب انت مالك؟ وعالي اذا شاف شاب ولا واحد طالع بيخبط على رضا وبيت رضا، رايح فين وجاي فوت؟ انت مالك؟ يعني تلقى ان هما الاثنين متطلقين وكل واحد واقف بيراقب شقه التاني، هي بتراقب شقته مين اللي داخل ومين اللي طالع، وهو بيراقب شقتها مين اللي داخل ومين اللي طالع، رغم ان هي عايشه مع ابوها وامها واخواتها. فانت يا علي مالكش دعوه بيها، وانت مالكش دعوه انت طالعه فين يا صبيه، نازله منين يا صبيه، مالكش دعوه، ده واحد واخد شقه ومن حقه حد يزوره. فاصبحت
كل يوم والتاني خناقات بين الاتنين على اتفه الاسباب. لا احنا ما نسمحش بالمسخره دي، لا ده في ناس طالعه لهم، لا ده في ناس نازله، لا انت مالك وانت برضه، لا اصلك فلانه طالعه له، انت مالك. واصبحت الحياه بينهم غير في السكن، خلاص هم اتطلقوا، اصبحت العلاقه كجيره تكاد تكون مستحيل. في يوم من الايام سمعت رضا ان علي بيجهز لجوازه. طيب حقه ولا مش حقه يا رضا؟ حقه ولا مش حقه؟ ما انت لازم تجيب على السؤال ده. اي واحده متطلقه جوزها من حقه يتجوز ولا ما يتجوزش؟ من حقه يتجوز. زي ما احنا بنقول لو انت يا رضا اللي كنت هتتجوزي كنا هنقول لعلي يا علي من حق رضا تتجوز ولا ما تتجوزش؟ ما كنتش تقدر تقول لا، من حقها تتجوز. ورضا لو سالناها رضا يتجوز علي يتجوز هتقول لك اتجوز، ده شرع ربنا ما حدش يقدر ينكر فيه. هي عرفت ان علي هيتجوز وزي ما اكون جبت بنزين عليها وولعت فيها. اصبحت مش مطايقه. في يوم علي طالع على السلم قال له انت ناوي تتجوز؟ قال له انت مالك؟ انت مالك؟ وده رد عادي جدا. طليق هيتجوز شرع ربنا. فرد قال لها انا مش انطلقنا؟ وانا ما جبت ناس عشان ارد كنت مرضتيش، ويا ما جبت وصاية ليكي وقلت لك شوف ايه اللي مزعلك ومش هعمله تاني وانت مرضتيش. خلاص انا دلوقتي مش لاقي اللي يجهز لي لامتي، مش لاقي اللي ينظف لي هدمتي، مش لاقي اللي ينظف لي شقتي، مش لاقي اللي ينورني كوبايه ميه، مش لاقي اللي ينورني برشامه وانا عيان، هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ ترجعي لي؟ لا مش هرجع لك. ده لا طب خلاص يجوا من حاج من حاجه اتجوز. وعلى فكره عشان تبقى عارفه بقى دي اشاعات، انا لا هتجوز ولا غيره. قلت له لا، ده انت كل يوم بتطلع الصبح بدري بترجع اخر النهار، بتاكل وتشرب فين؟ اكيد عند الغندوره اللي هتتجوز. قال لا انت مالك؟ قلت لا مالك لما ابتدت تطول عليه باللسان فراح ضربها. تعمل ايه بقى الست في المنيا في كفر المنصوره؟ تسكت؟ لا تسكت ازاي؟ هي مغربيه ولا سوريه ولا فلسطينيه ولا تونسيه اللي تقول للزوج شبيك لبيك انا تحت رجليك؟ لا ده انا زي زيك واحسن منك، ده انا المصريه تضربني قلم اديك اتنين، تخبطني قلم اديك بالجزم، ده انا المصريه. هو في زيي؟ ازاي يضربها؟ راحت جايبه السكينه وجت خبطها 3 طعنات في القلب تموته في الحال على السلم. شفتوا؟ شفتوا الافتراء؟ الراجل طلع شقيته، سواء كان هيتجوز او مش هيتجوز ده موضوع ما يخصكيش، انت طلقته. تقفي له على السلم وتتخانقي معاه وشيء طبيعي لازم ان يضربك لما بتتطاولي عليه، فشيء طبيعي ان انت دخلتي في امور ما تخصكيش ولا تعنيكي من قريب ومن بعيد، اتطلقت وخلاص. لكن تروحي تجيبي سكينه يا ستي، روحي قولي لابوكي، روحي هاتي اهلك، جيبي اخواتك، ردوا لي قلم قلمين. لكن تروحي تجيبي السكينه من المطبخ وتخبطيه، شيء تخلوا بالكم يا جماعه. اي راجل لما يكون واقف قدام ست يوم ما يتوقع منها تقول له ايه؟ بكرهك بكرهك بكرهك، وتبقى كده بايديها على صدره، انا بكرهك بكرهك بكرهك، انت وحش اقصى حاجه. لكن مين يتوقع ان ست تجيب سكينه وتدي خبطه لواحد 3 طعنات؟ يعني شيء مش منطقي، شيء طبيعي. الراجل واقف بيتكلم، انا دخل المطبخ وطلع، مش متوقع ان يكون جايبها سكينه، ده شيء يعني ممكن الراجل يدخل يجيب سكينه ويجي، لكن الست تجيب سكينه وتيجي؟ لا ده معنى كده ان جواها غل وجواها نار اكتر من البركاء. مش هتقول له بقى اقصى عليك اقصى عليك، لا ده جابت السكينه وخرطت قلبه 3 طعنات قضت على علي في ساعتها. وفي الاخر لما طبض عليها بتقول لهم في النيابه اصله كان بيضايقني في الطلعه والنازل. بيضايقك؟ طب انت بتحبيه الحب ده كله، خلي بالك معنى ان الزوج يتغير على زوجها وزعلان ان هو هيتجوز عليها او هيتجوز بعد ما طلقها، معنى كده انا بتحبه. اصل ما معنى ان هي زعلان انه هيتجوز؟ انها بتحبه. وما معنى ان هو بيغير عليها وعايز يعرف مين اللي دخل دخله عند مين وطلع عند مين ومين اللي بيجي لها ومين اللي بيطلع من عندها؟ معنى كده انه بيحبها. طب لما هي بتحبه وهو بيحبها انفصلوا ليه؟ يعني سبحان الله، اتنين بيحبوا بعضهم الحب ده كله بيتطلقوا ليه؟ وحاول انه يرجعها، لكن احيانا الكبرياء الكباره بقى، لا هو ما يستحقنيش، لا ده غلط فيا، تبقى بتحبه والعنجهيه واخداه، بتبقى تعشقه والكبر واخده. مجرد ان هي عرفت بس انه ناوي يتجوز وقفت له على السلم، ولما رد وقال لها انت مالك وكذا وتطول على ضربها قلم راح جبت السكينه وقتلته. طب كان ليه ده كله؟ هو مات وانت دخلت السجن، ايه اللي استفدتوه؟
اسره هنا اتبهدلت، اسره هنا اتبهدلت، عشان خاطر ايه؟ عنده كباره. يا جماعه ما فيش كبرياء بين الزوج وزوجته، ما فيش كباره بين ما فيش كرامه بين الزوج وزوجته. انتوا بتخلعوا قدام بعض، بتمارسوا الجنس مع بعض، كل حاجه على المكشوف، ما فيش حاجه اسمها تقول لي كرامتي ومش كرامتي وانا فين وانت فين، لا كل حاجه بتبقى سلاح مداح بينكم. فبالتالي المفروض ما فيش حاجه اسمها ده ضربني وضربته وشتمني وشتمته. يا جماعه دي حاجات المفروض تختموها وتخلصوها جوه اوضتكم اوض نومكم، لكن تطلعوا وفي الاخر تعايروا بعضيكم وفي الاخر تستنوا بعضيكم وفي الاخر كل واحد يراقب التاني وفي الاخر تقتلوا بعض، ده تخلف. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.